رادس وش السعد وليه ذكريات مع النادي الاهلي اكيد عظيمه، خصوصا اللي انت بتقدر تحقق انتصار وبتقدر تجيب البطوله من خارج الارض. ومش رادس بس اللي يعرف النادي الاهلي كويس على مدار تاريخه وبطولات الافريقيه اللي قدر يحققها، جزء كبير جدا جدا منها كان خارج الارض، ومش اي حد يعرف يعمل كده غير الاهلي. عايز كمان اتكلم في بعض النقاط المهمه، نقدم رساله للمسؤولين. عايز اعرض صوره لفرقه الترجي قبل ما نوجه رسالتنا بقى للجهاز الفني واللاعبين، بنقفل الملف ده اكيد، ولكن قبل ما اقفل الملف عايز اعرض صوره لجماهير الترجي هنا في مصر ونشوف الجماهير كانت ايه. اتفضل. ادي الصوره. الناس دي مسؤولين هناك في تونس ساعدتهم اللي يسافروا وساعدتهم، وثقافه ثقافه اللي انت تسافر ورا فرقتك في كل مكان وبتساعد على ده، والمفروض يبقى العدد كمان اكتر من كده من وجهه نظر. فكره اللي الجماهير تسافر ورا الانديه دي فكره محترمه، تعلمك الانتماء لفرقتك والاخلاص لفرقتك وتعلمك امور كتير جدا جدا. هتموتوا فكره الجماهير ولا نخليها ده؟ احنا مش عارفين، ما رجعناش جماهير لغايه النهارده. البرنامج ده اسمه كره والجماهير، وانا متحيز للجماهير المحترمه، ومتحيز للجماهير اللي بتقف جنب ناديها، ومتحيز للجماهير اللي لازم تبقى موجوده في المدرج. المسؤول بيبقى موجود على كرسيه عشان ياخد قرار، والفزاعه اللي بتتعمل للانديه وللناس كلها غير مقبوله بالمره. أنا تعمدت ليه أنقل الصورة دي النهاردة؟ عشان أكيد الناس ساعدت اللي الناس تسافر. وريني بقى صورتنا إحنا، عددنا قد إيه؟ 150 واحد وسافروا ومقتنعين بكده، وغيرهم هيسافروا، أنا موافق. لكن ما تموتش بقى الفكرة. كمان ممنوع بره وجوه؟ حاجة صعبة قوي بصراحة. ده النادي الاهلي جمهوره دخل التتش، ناس طلعت تعلق لنا مسؤولين يقول لك ازاي النادي الاهلي بيدخل جمهوره؟ يا سلام، هي وصلت لكده كمان؟ تدي اوردر للنادي الاهلي ممنوع يدخل جمهوره؟ يا بيه الجماهير دي لو هي مش اعضاء فهي جزء من تاريخ النادي الاهلي، ده بيتها. لو معهوش فلوس يدفع 200 300 الف جنيه عضويه فيدخل بيته اي وقت ونتشرف بيه. مش معنى اللي انتوا عملتوا فزاعات كتير ان الامور مش هترجع لطبيعتها. طبيعتها ان الجماهير تبقى موجوده جوه التتش وبره التتش وتسافر وراه. في يوم من الايام هقول شابوه وتعظيم سلام لما الاقي عدد الجماهير بره. انا مش هشكر مجلس اداره النادي الاهلي. لما الاقي عدد الجماهير بره زي جوه العدد يبقى كبير، ده التاريخ هيفضل، اي مسؤول ساعد في ده التاريخ هيفضل يذكره. لكن مش عارف ده اخد قرار جماهير تحضر دلوقتي وبتموت فكره ان الجماهير تسافر ورا فرقتها. اتحاربت من اصحاب المصالح، اتحاربت كتير واتقال كلام ملوش لازمه. فاكرين جمله كنت بقولها؟ هقولها النهارده تاني. كان بيتقال للجماهير اللي بتسافر، والله والله تاني، كان في ناس خريج هندسه بالاسماء عارفهم ويروح يشتغل من ورا اسرته لمده شهر قبل المباراه، ان عارف اللي هو الاهلي عنده ماتش، ويروح يسافر او يشتغل شغلانه، كل اي شغله محترمه واي حاجه بتكسب من حلال محترم، ويروح يشتغل سواق تاكس عشان يجيب ورديتين عشان يجيب ثمن التذكره وثمن الاقامه والسفر. واعلاميين كانوا يقولوا عليهم هم شاربين حاجه، هم بيجيبوا الفلوس دي منين؟ جه الوقت اللي نعيد الكلام تاني. والفيلل والشاليهات اللي بتيجي، الجماهير بتسالكوا بتيجي منين؟ والعربيات الفخمه والجماهير كانت بتسالكوا بتجيبوها منين؟ عايز اقول كلام صعب لكن اخلاقي تمنعني ان انا اقوله دلوقتي، لكن هيتقال في يوم من الايام. مش حاجه عيب ولا غلط، لكن وقائع وحقائق. افتحوا المدرجات للجماهير. افتحوا المدرجات للجماهير. اشتغلوا وقولوا كلمة العدل، ساعدوا للجماهير ترجع. كفانا العبث حتى في طرح القضية.
بيقول لك دخلوا طلاب مدارس، واللي يقول لك دخلوا مش عارف مين، وافتحوا التتش الجمهور يتفرج فيه، يبقى اللعيبه حاجات. يعني لو قعدت تتخيل امور كتير جدا، مش التخيل اللي بيتقال والطرح اللي موجود، بس تقول لك مش عارف مدرجات بلا تعصب، هو في اساسا جمهور بيحضر؟ فمن هنا ملف مهم جدا، اكيد هنكمل مع حضراتكم، هنكمل وهنقدم الدعم لكل الجماهير، وخاصة جماهير النادي الاهلي المحترمة اللي موقفها مشرف مع لاعبتها وناديها وجهازها الفني. حاجة تفرح، حاجة تخلي راسك مرفوعة لما تراهن على جماهير النادي الاهلي دايما تكسب، دايما تكسب. عايز انتقل سريعا، مباراة النجم الساحلي يوم السبت، مباراة صعبة جدا جدا جدا، أصعب من مباراة الترجي، أصعب من مباراة الترجي. الكابتن حسام كان موجود النهاردة بيتفرج على المباراة، وأكيد شاف نقاط القوة والضعف. مش عايز الأمور تتاخد بسهولة ونشوة الفرحة ونشوة الانتصار تاخدنا. إحنا كبرنامج النهاردة من حقنا نفرح، من حقنا ندخل مداخلات يبقوا معانا والناس تسمعنا، من حقنا نشغل اغاني ونقول للجماهير الف الف مبروك، ونقول لكل اهلاوي الف الف مبروك، ولكن هنقفل الصفحه من بكره، هنشتغل ونقول افريقيا يا اهلي. عشان كده هشتاج النهارده اعظم نادي في الكون هو النادي الاهلي. كان الاشتاج الاسبوع اللي فات كله كان المستحيل ليس اهلاوي، وكان افريقيا يا اهلي. النهارده أعظم نادي في الكون نادينا العظيم اللي بيفرحنا ويسعدنا ومشرفنا وبيخلينا ماشيين في شوارع مصر كلها وغير شوارع مصر كلها فخورين اللي احنا بنشجع النادي الأهلي. رسالة